Ja, oder wir hatten zum Beispiel auch mal den Fall, dass jemand auf dem Versandkarton seine E-Mail-Adresse hatte. احنا اليوم موجودين بمحاضرة عن الامازون اف بي اي في مدينة دامشتات جنب فرانكفورت، وفي كان كثير زي ما تحكي معلومات قوية جدا عن طريق الامازون بي بي سي، كيف انت تجيب ترافيك على المنتجات تاعتك، كيف تعمل الفيسبوك ادز، كيف تسوي الدعايات على الفيسبوك، كيف تجمع الايميل ادرس الايميل ادريسز تاعت الزباين، تجمع الايميلات تاعتهم. وانا حكيت كمان اعطيت بعض الخدع كيف الناس بيكونوا ناجحين على صفحة الامازون، فرجيتهم يعني كيف التقنيات الجديدة سنة 2019 سنة 2020 اللي لازم تعمل لهم. وفي كثير تجارب عملتها انا مع رئيس شركة سيليكس، في عملت معه انترفيو اول قبل اشهر، وعملنا تجربة انه وقفنا الدعايات لبعض الايام بالصيف، ولاحظنا انه يوم توقف انت الدعايات بتدخل يعني بخرب زي ما تحكي الدخل عليك، لانه في كثير ناس ما بيلاقوا البرودكت تاعتك. يعني عشان هيك اشي مهم جدا انه لازم تعمل دعايات انت اذا بدك تبيع على صفحه الامازون. الدعايات بحكي منها انه انت بتعمل سبونسرد اد، يعني بتسوي دعايات على صفحه الامازون. وفي كثير ناس يعني عرب بيسالوني يعني بتنصحنا بطرس ندخل في الامازون اف بي، بنصحكم تدخلوا اذا انتم يعني بدكم تكبروا مخكم تبنوا قناه. يعني في كثير فيديوهات بتفرجيكم كيف انتم بتكونوا ناجحين، في عندي تدريب مجاني على الامازون اف بي بفرجيكم كيف انا قصه حياتي، شو اللي انا ببيعه على الامازون اف بي، كيف الامازون اف بي بيشتغل، كيف انتم بتشوفوا البرودكت الناجحات. في كثير فيديوهات حاطها انا على قناتي عشان انتم تتعلموا هذا الموضوع، لانه ما بكفي انت بس تجيب البرودكت وتحطه على الصفحه وتتوقع انه راح يصير عندك مبيعات. وكمان شغلة الامازون بدها رأس مال، بس انت شفت قديش في يعني سيلرز، قديش في بياعين بدهم يدخلوا في هذا المزاج. واذا انت حاب تدخل انا بقول لك بصراحة انا شايف النتائج. يعني في عند الطلاب عندي، في عند طلاب سورية، في عند طلاب لبنانية، في عند طلاب فلسطينية عايشين هون بألمانيا، في عند طلاب من اسبانيا، في عند حتى طلاب من المغرب من الجزائر دخلوا في الاف بي وصاروا الحين ناجحين. اوكي، بتقدرش انت تصير من اليوم على بكرة ناجح، بدك شوية شوية تبلش. لانه انا بعلم الناس مثلا السباحة، تخيل انت بعلمك السباحة، اما انت اذا حطيتك في بحر وقلت لك تعلم السباحة بدون ما تتدرب يعني بتغوص. فهذا مهم جدا انه انت تتدرب. يعني انا بفرج الناس فبندعمهم كمان للناس عشان تفهم. اذا انت حاب تتبنى قناتي اهلا وسهلا، تفرج على المواضيع الاخرى وكبر المايند سيت تاعك، لانه المايند سيت تاعك مهم جدا عشان تعرف انت كيف تحل مشاكل الناس. لانه اذا حليت انت مشكلة كبيرة للناس فبزيد الدخل عنك. يعني مثلا انت تقول بدي ابيع مثلا نقول الارم هذه، من نبيع الارم هذه في المطعم، بس تحطها على الانترنت بدون ما تحكي لها قصة او تسوي لها فوائد زيادة عن المنافسين تاعتك، ما بتقدر تبيعها مزبوط. هذا الاشي الحكي. وازاي عملت لك فيديو اذا الامازون اف بي يعني راح توفي معك، تفرج عليه على قناتي. وفي كثير ناس بيسألوني بطرس كيف ادخل على الامازون، اشرح لنا كيف قصة الامازون. شرحت لكم كثير فيديوهات كيف انتم بتجيبوا البضاعة من الصين مثلا بتودوها لمستودعات الامازون، امازون بتسوي الشغل اكثر من 90% للشغل لكم. يعني انتم لازم تعملوا الصور او تخلوا ناس يعملوا لكم صور، انتو لازم تعملوا وصف البضاعة بتحطوها على الامازون، اما الامازون بتدير بالها على 90% من الاشغال. يعني الزباين موجودين على الصفحة، 50% من الزباين بالعالم بيشتروا على صفحة الامازون. يعني الناس بطلوا يروح على جوجل ويدوروا على البضاعة، بيدخلوا طوال على الامازون بيدوروا على البضاعة. واذا انت حاط بضاعتك على الامازون وبتعرف كيف الامازون سيو، يعني كيف تجرب بترفع البرودكت تاعك تسوي دعايات، فانت راح تكون انسان ناجح كثير على صفحة الامازون. تخيل انت يعني اذا صار عندك برودكت بيعمل لك 3000 دولار شهريا تربح منه او اكثر. يعني في عندنا شباب يعني بيسووا ارقام خياليه، حتى بطلت احكيها لانه في كثير ناس ما بيصدقوا انه في ناس بيعملوا 179,000 يورو شهريا على صفحه الامازون. هذول الارقام موجودات. انا اذا يعني انت بتدور انا عملت 20 مليون يورو سنويا حتى على صفحه الامازون. يعني فيش شي مشاكل، مش المهم جدا هو انت قديش الربح عندك. يعني ما المهم انه قديش بصير عندك دخل، المهم عندك قديش الربح. يعني اذا انت عايش مثلا بدول عربيه وبتعمل 3000 دولار، هذا مبلغ محترم. بجوز هذا باوروبا مش هالمبلغ المحترم. يعني انت بدك تشوف شو الهدف تاعك، وانا بنصحك تعمل انت اهداف اكبر يعني من توقعاتك. لانه مثلا انت تخيل بتقول انا بدي اصل للنجوم، اما اذا انت حطيت يعني الهدف العالي تاعك بدك تصل للنجوم، اذا ما وصلتش للنجوم انت بجوز بتنزل على القمر. يعني هذه الحكي، يعني زي ما تحكي
مثل حلو انه كل ما كبرت انت الهدف تاعك كل ما صار عندك صرت انت انجح. وإشي مهم جدا بدي احكي لك اياه، تسمعش على الناس اللي بقول لك هذا مش راح ينجح، هذا مش راح يصير، لانه هذول الناس بخافوا من التغيير. يعني هم بخافوا انه انت هم لازم يغيروا نفسهم عشانك انت، عشان يلتبكوا معك. فانت نصيحتي لك اسمع لمخك، شوف شو اللي بصير معك، تبنى قناتي كمان مرة زي ما حكيت لك، تفرج على فيديوهات، حطيت لك كثير فيديوهات كيف تكبر المايند سيت تاعك، كيف تكبر شغلك، كيف تصير انسان ناجح. وبتمنى لك كل التوفيق في حياتك، ايش انت عملت، اذا بدك تعمل امازون اف بي اي شيء ثاني بالتوفيق، وان شاء الله ندعمك ومع السلامه.